ينضم إلينا من رميش بجنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك مصطفى. إذا كيف تبدو الأوضاع الميدانية حيث أنت؟ هنا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني ما زالت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ على بعض البلدات، خاصة بلدة عيت الشعب ومارون الرأس وبلدة يارون. غارات عنيفة تمت خلال الساعات الأولى لصباح هذا اليوم منذ أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء العملية البرية المحدودة، على حد تعبيره بأنه بدأ هذه العملية وذلك لمطاردة وهدم البنية التحتية لحزب الله في القرى الملاصقة للمنطقة الحدودية مع الأراضي المحتلة. نتحدث عن هذه الغارات العديدة التي نسمعها وبقوة وعلى مدار الساعة منذ بداية هذا الإعلان وحتى الآن في كل البلدات والقرى بالقطاع الأوسط، كذلك القطاع الشرقي الذي يشهد الآن ومنذ هذه الساعات عن بدء هذا الإعلان البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر وأعنف الغارات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الغارات التي تنفذ على القطاع الشرقي في قضاء مرجعيون وكذلك في بلدة الخيام والوزاني، كل هذه المناطق التي تشهد قصفا مدفعي متواصل ربما استمر لأكثر من 4 ساعات في قضاء مرجعيون، بالإضافة أيضا إلى ما شهدته بلدة الخيام من غارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت يعني بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تنقلت عن جيش الاحتلال بأنه تم توجيه إنذار لسكان قضاء مرجعيون والبلدات المحيطة ببلدة الخيام بإخلاء هذه البلدات تماما، وبالفعل وفي هذه الأثناء تم إخلاء عدد كبير من بلدات وقرى قضاء مرجعيون في المنطقة المحازية للمنطقة الحدودية ما بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية. نعود للحديث عن هنا عن هذه المنطقة، يعني الصورة من خلفي هي التي تظهر هذه المنطقة والتي تحدثنا عنها أكثر من مرة، بلدة الخيام الموجودة الآن في الصورة وهي التي تشهد معظم الغارات في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني بالإضافة إلى بلدتي يارون ومارون الرأس. هذه الغارات والتي ما زالت تنفذ وبقوة مع يعني القصف المدفعي على معظم البلدات والقرى في القطاع الأوسط، إذا ما تحدثنا في هذا الشأن نتحدث عن قصف مدفعي وكذلك عن الغارات التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي. كانت هذه الليلة ليلة الأمس منذ الإعلان عن بدء هذه العملية البرية التي وصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها عملية برية محدودة للقضاء على عناصر تابعة لحزب الله في كل هذه البلدات المحازية للحدود، وربما هذا الأمر ينطبق على بلدات الصف الأول والثاني والثالث. كانت هناك بعض القنابل المضيئة التي رصدناها طيلة ليلة أمس والتي من شأنها عمليات استكشافية قبل بدء هذه العملية أو قبل توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه البلدات. نستطيع أن نقول بهذا الشأن بأنه حتى الآن لم نرصد أي تحركات لآليات عسكرية في هذه البلدات، سواء كان ذلك في عيت الشعب أو في يارون أو في مارون الرأس، ولكن نسمع يعني من حين لآخر أصوات هذه الآليات العسكرية التي ما زالت تتواجد في المنطقة الحدودية من الناحية الأخرى في تحشد كبير وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب كل هذه البلدات مع تكثيف لهذه الغارات العسكرية التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك القصف المدفعي. على الجهة الأخرى كان حزب الله قد أطلق عديد من الرشقات الصاروخية من الجنوب اللبناني تجاه عديد من المواقع العسكرية مثل موقع المطلة وموقع أفيفيم، وهذه هي المواقع القريبة من القطاعين الأوسط والشرقي، ليثبت حزب الله على أنه ما زال موجود وما زال يستعد لمواجهات قريبة إذا ما تم دخول آليات عسكرية إلى كل هذه البلدات في القطاعات الثلاثة للجنوب اللبناني. حزب الله ينوع في إطلاقاته من الرشقات الصاروخية داخل المستوطنات وداخل المواقع العسكرية، وغالبية الرشقات الصاروخية التي انطلقت منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم هي تجاه بعض المواقع العسكرية القريبة من الحدود. حتى الآن لم يطلق الحزب يعني الرشقات الصاروخية لم تنطلق في اتجاه مسافات بعيدة داخل الأراضي المحتلة، ولذلك فوفقا لبيانات الحزب بأنه استهدف الآليات العسكرية والتحشدات العسكرية القريبة من الحدود اللبنانية. نعود للوضع هنا في القطاع الأوسط، فما زالت هذه الحالة الموجودة من الغارات وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تجوب هذه المناطق تماما وتغطي بلدات
وقرى الجنوب اللبناني وجميع الأقضية يعني تتعرض لموجة من هذه المسيرات الإسرائيلية التي ما زالت تقوم بعمليات الرصد والاستكشاف والتحليل قبل عمليات توجيه الغارات من قبل الطائرات، وكذلك عمليات القصف المدفعي تجاه بلدات الصف الأول من الجنوب اللبناني. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من إرميش بجنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة.